أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: سماحة الشيخ، نقل عنكم أنكم أفتيتم أهل فرنسا بالصوم مع أهل فرنسا، وإن كان مجلس مسلميها لا يعتمد الرؤية الشرعية بل الحساب الفلكي، فهل هذا صحيح؟ نعم، نحن نقول صوموا مع المسلمين في بلدكم ولا تختلفوا، في فرنسا وفي غيرها يصوم المسلمون جميعا ويفطرون جميعا ولا يختلفون، بقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، حث على الجماعة ونهى عن الفرقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.